أنا عايز الأول بس أتكلم حتى لا يحدث خلط الأوراق. أنا النهاردة بصدد عقد مدني صرف، العقد المدني وتكييفه. العقد المدني حضرتك عبارة عن طرفين في العقد بيخطوا مواده مع بعض هما والاثنين، وكل بند في العقد ملتزم به طرفيه فقط. يعني أنا بعمل عقد زي عقد الزواج المدني مثلا، تمام، عبارة عن إجاب وقبول، تمام، بين طرفين، الطرفين زوج وزوجة. طيب. إجاب وقبول ده العقد، بنعمل بنود واحد اتنين تلاتة، كل بند مكتوب في العقد ملتزم به طرفيه ينفذوه، زي فيما يتعلق بالميراث أن يرث أحدهما الآخر. هو من الناحية القانونية عقد سليم 100% كعقد مدني، لكن أنا لا أريد خلط الأوراق وأدخل الكنيسة طرف وهي مش طرف فيه أصلا، لأن الكنائس المصرية الأرثوذكس والكاثوليك على وجه التحديد بيرفضون الزواج خارج الإطار الديني. يعني حتى الكاثوليك أكثر تشددا، بمعنى أنه حتى في حالات الزنا لا يتم التطليق، ولكن يفرق بين الزوجين جسديا. جسديا. لكن الأرثوذكسية نصت على ده، حالتين على سبيل الحصر، الزنا وبطلان عقد الزواج. طيب، يعني حضرتك يعني شايف ان ده سليم قانونا بس في الاطار من الديني، من الناحيه المدنيه في اطار وبعيدا عن الكنيسه كل البعد. طيب، ملهاش علاقه من قريب او من بعيد، عشان كده انا ما بحبش حد يزج بالكنيسه في مسائل مدنيه، لانه الكنيسه عقدها لابد من اقامه المراسم الدينيه تحديدا. يعني الاول ما هو العقد الزواج المسيحي على فكره جزئين، جزء اللي هو الصلاة في الكنيسة وإتمام مراسم الزواج، ثم يقوم ذات الكاهن بتوثيق هذا العقد، يوثقه مدنيا في المحكمة، فأصبح يحمل شقين، شق ديني وشق مدني وشق قانوني. لكن لو ما أقيمتش المراسم الدينية يعتبر عقد الزواج ده باطل في المسيحية. لو أنا عملت عقد، لو عملت مدني بس من غير مراسم دينية، لو عملت مدني من غير مراسم دينية فهو باطل 100% والكنيسة لا تعترف. طيب أستاذ نادر، حضرتك طبعا كان عندك أكيد تعقيب على ده، وأنا عايز أعرف يعني هل ده هيحل مشكلة ولا بيعقدها زيادة؟ يعني طبعا الدكتور ممدوح بيقول ما ينفعش إن احنا نزج بالكنيسة في الموضوع، الموضوع ده هيبقى تداعياته إيه بالظبط؟ أشكر حضرتك على المقدمة، وأشكر أستاذ ممدوح على الكلام الجميل جدا. هو قال ان احنا مش عايزين، يعني ده بعيدا تماما عن الكنيسة، واحنا مع أستاذ ممدوح في ذلك. بس هل الكنيسة بعيدة عن هذا الأمر في أنها لا تقيم الصلوات؟ هذا حقها، ولكن لماذا تطعن الكنيسة على هذا العقد؟ ده رقم واحد. إذا قلنا أن الكنيسة بعيدة عن هذا العقد، هذا عقد مدني، فلماذا قال قداسة البابا تودروس أنه مزمع أن يطعن على هذا العقد أمام المحكمة الدستورية العليا؟ وهذا فيه شيء من التناقض. ليه؟ لأن قداسة البابا شنودة كان قال من أراد أن يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسة، وجي قداسة البابا تودروس أكد هذا الكلام وقال إذا أقرت الدولة بعيد عن الكنيسة كده يبقى الزواج باطل يا دكتور، مش كده؟ طبعا، من وجهة نظر الكنيسة الدينية، لكن القانونية مش زواج سليم. ما يخصنيش يا أستاذة، ما أنا لما يجي الأستاذ نادر يتزوج بعقد زواج مدني هذا لا يعنيني، وإن كان الأستاذ نادر مسيحي. طب ماشي، لا يعنيك. طب لكن لا يعني، لا يعني، ولا يعني الكنيسة بالظبط إن أنا أنسب نفسي للكنيسة وأقول لا، محدش قال كده، بس طيب. بشرط إيه؟ ان انت ما تطعنش على هذا العقد. يعني بمعنى ايه؟ أنا انت بتقول الحقيقه عمليه الطعن دي، انت بتقول انا ماليش، هي لسه اقاويل، انت يعني بتقول لسه مفيش تصريح. لا 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 لا، في تصريح رسمي من البابا تودروس قال انا هطعن على العقد امام الدستوريه. فين هو؟ واستاذ رمسيس النجار اكد الكلام. ومين ده؟ ومين قال ان العقد المدني صدر هذا التصريح عشان يطعن عليه قدام انت بتكلم راجل قانون؟ طب خلاص، من الذي يعني قال؟ اذا احنا بنقول استاذه مها، العقد المدني في كل امور الحياه هو عقد بين اثنين، غير ملزم الا للاثنين طرفي العقد،
فالكنيسة ملهاش شأن إنها تطعن على عقد زواج مدني، إنما هي من حقها أن تمارس حقوقها الدينية، وهناك حد حرمان بالنسبة للمنتمي إليها. تمام. فيما لو تزوج مدنيا ما لهوش حق تناول الأسرار المقدسة. يعني هو لو تزوج مدنيا ما ينفعش يتناول؟ من حق الكنيسة أن تمنع ذلك، تمنعه من تناول الأسرار المقدسة باعتبار أنه الكنيسة بترفض شكلا وموضوعا قصة أو قضية الجواز المدني. طب يا فندم حضرتك، طب يعني دلوقتي برضو ده فرع، يعني برضو احنا ما عندناش مانع في كده. هي كنيسة حرة، إذا رأت هي كنيسة من وجهة نظرها أن أي زواج خارج الكنيسة الأرثوذكسية، أنت تتجوزوا برا الكنيسة وبعدين ما تدخلوش الكنيسة تاني. لا أنا ما عنديش مانع من الفكرة. ما هي الفكرة؟ الفكرة هي أن النهاردة أن الكنيسة لها قواعد معينة هي من حقها أنها تتمسك بها، هي حرة ما حدش يقدر ينازعها في ذلك. تمام. لكن ده برضو مشروط بحاجة، برضو نفس الفكرة مشروط بان انت تديني الاختيار ان انا يكون عندي بدائل اخرى، زي يعني زي مثلا الزواج المدني مثلا. يعني بمعنى انا النهارده في بدايه ابرامي للعقد الزواج المدني، انا مخير اتجوز في الكنيسه انا حر، اتجوز مدني انا حر. اذا تزوجت في الكنيسه اتحمل تبعيات هذا العقد بالكامل. جميل. من الفسخ وفقا لاجراءات مشدده جدا جدا، من قبول مثلا تدريب مخطوبين الى اخره. اذا انا عايز عقد مدني انا حر، بس بشرط ان يكون قدامي العقد المدني ده، مش الكنيسه تقول مفيش عقد مدني اصلا. انت معترض ان ما يبقاش في عقد مدني؟ لا أصلاً. انا بقول ان النهارده الكنيسه منع ان يكون في عقد مدني، ولما وزير العداله الانتقاليه هي ما منعتش ولا منعت يا فندم. ازاي بس افسرها يا استاذه؟ ازاي لما وزير العداله الانتقاليه من انا بخلص بس كلام، ان تعترض على اي شخص عايز ياخد شكل تاني بعيدا عنها، بمعنى هو يريد زي اللي، طب ما المصريين بشقيهم مسلمين ومسيحيين بيتزوجوا من اجنبيات، ما هو بيتجوز مدني ولا دخل للازهر ولا للكنيسه بالكلام ده، ما هو الازهر عنده طقوس شرعيه والكنيسه طبعًا. عندها طقوس. بس انا بقول لحضرتك دلوقتي، هو استاذ نادر معترض على ان بيقول ان الكنيسه بتمنع ده، يعني انا مش فاهمه دلوقتي، هو ما ينفعش ان هو يدخل الكنيسه تاني بعد ما يتجوز؟ من حق الكنيسه ان هي تمنعه، انها تمنعه بشروط، من تناول الاسرار المقدسه بشروط، ولا ده قانون؟ يعني ده حاجه قانونيه على كده؟ كون انك انت تتزوج بعقد مدني خارج عن اطار الكنيسه اللي بتعمل زواج ديني، لان الكنيسه يا استاذه مها طبيعتها شريعة الزوجة الواحدة. تمام. زوجة واحدة بس بأجري مراسمها الدينية في الكنيسة، عقد زواج ديني. أما الأستاذ نادر لو حب يتجوز مدى